حقهم نحميهم هي مبادرة فريدة من نوعها، حيث أنها أول مبادرة في مصر تسلط الضوء على مرض خطير مثل الالتهاب الرئوي، والذي يعد السبب الرئيسي لوفيات الأطفال على مستوى العالم. الجمعية المصرية لطب الأطفال احنا بنعمل توعية بالنسبة لمرض اسمه التهاب الكبدي، التهاب الرئوي في الأطفال. التهاب الرئوي ده بيمثل من الأسباب الرئيسية لحدوث وفاة في الأطفال حديث الولادة. احنا في بلد فيها تكدس، في بلد فيها تلوث بيئي كتير، في عدم وعي بالسجاير، عدم وعي بالأمهات بالنسبة للنظافة، فعندنا نسبة التهاب الرئوي عالية جدا في مصر. فإحنا بنثير أو بنرفع إلى الراية الحمراء، نقول للناس في حاجة مهمة جدا، حاجة دي ممكن نتعاون مع بعض هنوعي الناس إن إحنا إزاي نقدر نتخلص منها، إزاي نقدر نحن بحاجات بسيطة إن الأم ترد أولادها، إن هي بتبقى في ثقافة النظافة بالنسبة للطفل، عدم الشرب، عدم الكوبلات مع بعض بالاستخدام الفم، السجاير اللي مش ممكن الأم بترد وهي بتشرب سجاير أو أب ماسك ابنه ماسك سجاير، عدم استعمال مضادات حيوية على أي حاجة. وفي عندنا في مصر تعرف في حاجة اسمها مجموعة الشتاء ومجموعة الصيف، كمية مضادات حيوية بتأثر على الطفل، بتأثر على مناعته، كل الحاجات دي كلها احنا بنثير ان احنا نعمل وعي عليها ان عشان نمنع او نحاول نتلافى اكثر المرض ده. مسألة التثقيف الطبي والاعلام الطبي دي مهمة جدا جدا، خاصة في مرض زي مرض الالتهاب الرئوي اللي يعني بيودي بحياة كتير جدا جدا من الاطفال، وبيمثل عبء اقتصادي وعبء نفسي وعبء صحي على الطفل وعلى اسرته وعلى المجتمع ككل. أنا الحقيقة النهاردة لما حضرت، أنا أولا اتبسطت جدا إن منظمات المجتمع المدني بدأت تدخل في التصدي للمسألة الصحية والقضية الصحية زيها زي وزارة الصحة، لأن هنعتمد على ميزانية وزارة الصحة بس بيبقى مش هنعمل حاجة خالص. دي أول حاجة. تاني حاجة الحقيقة من الاقتراحات العملية اللي أنا بقدمها النهاردة إن احنا ما نعتمدش على حكاية الكتيب بس، لأن احنا المسألة أخطر في القرى وعند الأغلبية العام من الأمين اللي ما بيعرفوش لسه يفكوا الخط، يعني وقاية من الالتهاب الرئوي. وإزاي نعلم أطفالنا منذ الصغر طرق الوقاية، سواء باتباع أساليب النظافة العامة، سواء بالاهتمام بالتغذية السليمة، سواء بالبعد عن الأماكن المزدحمة، كل الحاجات دي. وطبعا على رأس هذه الاحتياطات أخذ التطعيمات اللي ممكن تقي الأطفال من البرد بصفة عامة ومن الالتهاب الرئوي بصفة خاصة. كل سنة بيتم الاحتفال باليوم العالمي للالتهاب الرئوي حول العالم، بس السنة دي هنقول للعالم إزاي المصريين هيحتفلوا بيه. إنجي خالد، نهارك سعيد.